تعرف على الصوت الذي سمعه النبي يونس في بطن الحوت. السلام عليكم مشاهدي قناة الوجه المشرق. نبي الله يونس عليه السلام بعث إلى نينوى الموصل في العراق إلى قوم انتشر الشرك بينهم، فكانوا يعبدون الأصنام. فدعهم يونس وأرشدهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، إلا أنهم كذبوه وكفروا برسالته. وفي هذا الفيديو سنتعرف على أسرار أكثر، ولكن قبل أن نبدأ لا تنسوا تسجيل الإعجاب بالفيديو وعمل اشتراك بالقناة وتفعيل الجرس الرمادي ليصلكم كل ما هو جديد. دعوة يونس عليه السلام لقومه استمرت 33 سنة، إلا أنه لم يؤمن معه سوى رجلين، ولذلك شعر يونس عليه السلام باليأس من قومه فتركهم وغادر بلدتهم، وظنا أن الله تعالى لن يؤخذه بهذا الخروج لأنه قدم كل ما عليه في سبيل دعوة قومه ولم يستجب أحد. وعندما غادر سيدنا يونس نينوى بدأ يحل على قومه بوادر العذاب الذي توعدهم به، فهلت السحب السوداء وغشيهم دخانها واسودت سطوحهم، فأيقن القوم أن عذاب الله تعالى آت لا مفر منه، فخافوا ووجلوا وبحثوا عن يونس عليه السلام ليهديهم طريقة التوبة والإنابة، فلم يجدوه. أهل نينوى لم يقتصر رد فعلهم على البحث عن نبي الله يونس، بل سألوا رجلا شيخا عما يجب فعله، فأرشدهم إلى طريق التوبة إلى الله تعالى. فجمعوا كبيرهم وصغيرهم وذكرهم وأنثاهم ولبسوا المسوح من اللباس تواضعا لله سبحانه، ثم أقبلوا عليه في هذا الحال في مشهد عظيم، ضارعين له أن يصرف عنهم العذاب ويتوب عليهم. فتقبل الله عز وجل الرؤوف الرحيم بعباده توبتهم، ولم يشهد يونس عليه السلام هذا الحال منهم. حين غادر سيدنا يونس نينوى أقبل على قوم وركب معهم سفينتهم، فلما أن وصل بهم جميعا إلى عرض البحر تمايلت السفينة واضطربت واهتزت، فلم يجدوا سبيلا للخلاص إلا أن يلقوا بأحدهم في البحر تخفيفا للحمل، فاقترعوا على من يلقي بنفسه في البحر، فخرج سهم يونس عليه السلام. ركاب السفينة التمسوا في سيدنا يونس الخير والصلاح، لم يحبذوا أن يلقي بنفسه في البحر، فأعادوا القرعة 3 مرات، وكان كل مرة يخرج فيها سهم يونس، فلم يجد يونس عليه السلام إلا أن يلقي نفسه من البحر، وظن أن الله تعالى سينجيه من الغرق. وبالفعل فقد أقبل إليه حوت أرسله الله تعالى فالتقمه. سر الأصوات التي سمعها يونس داخل الحوت. حينما صار يونس عليه السلام في بطن الحوت ظن أنه مات، لكنه حرك يديه وساقيه فتحرك، فسجد لله تعالى شاكرا له بأن حفظه ونجاه، فلم تكسر له يد ولا رجل ولم يصبه مكروه، وبقي في بطن الحوت 3 أيام وسمع فيها أصواتا غريبة لم يفهمها، فأوحى الله تعالى له أنها تسبيح مخلوقات البحر. إزاء هذه النعم ظل سيدنا يونس يسبح الله تعالى قائلا: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم بعد ذلك أمر الله تعالى الحوت فقذف به على اليابسة، وأنبت عليه شجرة من يقطين وهو نبات القرع يستظل بها ويأكل من ثمرها حتى نجا. عاد يونس عليه السلام بعد ذلك إلى نينوى حيث قومه، فوجدهم مؤمنين بالله تعالى موحدين، فمكث معهم حينا من الدهر وهم على حال الصلاح والتقى، حيث قال الله تعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. بعد أن أنعم الله على سيدنا يونس وقومه لقي يونس ربه بحسب روايتين، الأولى تشير إلى أنه دفن في كفرة بصيدا القديمة في لبنان، فيما تشير الرواية الأخرى إلى أنه مدفون بتلة التوبة في الموصل في العراق، وهي المكان الذي عاش فيه نبي يونس، وتم بناء مسجد هناك باسم جامع النبي يونس. فوائد عديدة يمكن أن نستخلصها من قصة هذا النبي الكريم، على رأسها عدم الاستعجال واليأس من النجاح، حيث قال تعالى: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ففي هذه الآية إشارة إلى أنه كان على يونس عليه السلام ألا يستعجل فيترك قومه بمفردهم، بل أن يبقى معهم مذكرا موجها لأبعد حد، ولا ينتظر منهم القبول والإيمان بسرعة وألا يغضب بسرعة. فخرج يونس عليه السلام من قومه وهو غضبان عليهم وعلى حالهم، وظن أن الله تعالى سيعطيه فسحة من المجال ليدعو أقواما آخرين، طالما أن قومه لم يأخذوا بكلامه
ولم يستجيبوا له، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلى. إذا شاهدت الفيديو حتى النهاية لا تذهب قبل أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وشارك الفيديو حتى يستفيد غيرك.